الرحمن الرحيم. بشكر كل اللي سألوا عليا، ما فيش حاجة، الحمد لله كل حاجة بسيطة جدا. يعني مش عايز أقول لكم إن ما فيش حاجة خالص، الحمد لله، وكل الموضوع طوبة وعادي وما ما فيش مشكلة. هو بس يعني الظروف كلها خدت في الأجواء دي، إن بعد شوية الإزاز وقع فخربشني خرابيش بسيطة ملهاش قيمة. بشكركم على سؤالكم وبشكركم على اهتمامكم، والموضوع غير مؤثر بالمرة. وبطمن تاني، جماهير الزمالك واقفين مع الفرقة لحد ما نسلمها للمجلس الجديد. جماهير الزمالك تاني أحب أطمنها، ميزانية الفريق كرة القدم ماشية تمام، كل اللعيبة المهمة في الفريق هيتجدد لهم، مفيش خلافات، بنطمنكم تماما على فرقة الكورة. وبنستعد وبداية دوري، عايزين تشجيع جماهير الزمالك، مفيش مشاكل في حاجة مع قطاع كرة القدم، ما فيهوش مشاكل، كل حاجة ماشية بشكل مميز، ما تقلقوش. فرقة الزمالك إن شاء الله تشوفوها بكرة بشكل كويس مميز، نتمنى لهم كل خير. كابتن أشرف قاسم عامل مجهود مع الفريق، هو كابتن عبد الحليم علي، وأنا بقوم بالدور بتاعي إن أنا أشوف العقود اللعيبة والفلوس اللي بره، وندخل فلوس إزاي، وندي كل واحد حقه، كل حاجة ماشية زي الفل، كل حاجة الحمد لله إن شاء الله خير. أشكركم، وإن شاء الله يعني كل حاجة تمشي تمام في نادي الزمالك، نادي الزمالك كبير بجماهيره.